تعال شوف. تعال تعال قرب، خد هدول قرب. شو ما لقيت الفردة الثانية لبوطك؟ إذا أعطيتك هدية بتقبلها مني؟ ما بدي. ليك ابني بعمرك تقريبا، شو رأيك تجرب بوط من بواطو؟ بيتي مو كتير بعيد، الأكل يلي جبته ما كفى الكلاب. تعال منجرب البوط ومنجيب لهم أكل وبعدها نرجع لهون، شو رأيك؟ تجي؟ ممكن ناخذ واحد من الكلاب معنا، شايفه؟ بتحسه عم يقول جيب لنا أكل كمان. شو؟ يلا تعال.1999 في الشهر التاسع بمقاطعة سيهان بأضنة بشارع منكشف في رقنا التي انتقلت إلى المنطقة نتيجة بلاغ مجهول، عثرنا على طفل في العاشرة من العمر سرقت كليته. يسرى وجدناه فاقدا للوعي وكانت قد سرقت كليته اليسرى منه. لم نتمكن من التعرف على هوية الطفل ونقل إلى المشفى فورا. وقال الطفل في إفادته أنه يعيش في شوارع أضنى منذ ولادته، وكان مشرداً ولا يعرف والديه ويلقبونه بأشرف الغراب. كيف صرت؟ منين؟ ما بتعرف أقرباء أو حدا نحكي معه يجي من شانك؟ ما عندي حدا. تتذكر كيف صارت الحادثة؟ ما بتعرف مين عمل فيك هيك؟
ليش الخوف؟ احكي لي، فيك تسقفيني؟ وجعوني رجلي وقت كنت حافي، قال لي مشان نروح معه لحتى يعطيني بوط من عند ابنه. مين هو؟ رجال كان عم يطعمي كلاب. كيف بتروح مع رجال غريب؟ فكرته حدا منيح لأنه كان بيحب الكلاب. سكتوا جمال زاركين، الشخص اللي طلب من النسر يحرق المستودع، مو بس هو، حتى الشخص اللي تواصل معه. السيد رفعت وصل، افتحوا الباب. استناك هون؟ ما في داعي. فكرت بعرضك منيح اليوم الصباح. لا تقدر تثبت حالك، راح أعطيك فرصة واحدة. شو هي؟ ممنوع السؤال. إذا ناوي ترتفع لفوق تشتغل بدون أي شرط. أنا ناطر منك خبر. اليوم بالذات راح تثبت لي وبالدليل القاطع إنك مانك ابن أبوك. فهمني شو قصتك؟ قلي ليش طلبت تشوفني هون؟ الإطلالة حلوة منعشة. ايه حلوة كتير، ليش طلبت تشوفني؟ في أخبار وصلتني امبارح إنه صار حريق مستودع بحارتكم، مزبوط؟ ممكن تقلي مين أنت؟ أنا بكون ابن الشوارع، اللي عنده سؤال بيجي بيسألني، وكل ما سألوني بعرف الأخبار أكثر. هذا كل شي فيني أقول لك يا قصة الحريق رح تكبر كتير. اخترت بطرف مين أنت؟ ما في شي اسمه طرف هون. لهيك تركت أخوك اللي حرق المستودع يهرب، ما؟ شو عرفك بهالحكي؟ مين قالك؟ مو هذا هو السؤال. السؤال الصح هو قديش بده رفعت بيلقين وقت ليقدر يعرف بالشي اللي أنا عرفته. أنت جاهز لتخلي أخوك ضحية بين إيديهم؟ قلت أخي؟ أي أخ هاد؟ أنا ما عندي عيلة بنوم، خسرتهم كلهم من 20 سنة. Thank you.
لا تطوي الأبي وانت عم تكوي ماشي، لأنه بتتجعلك. عم استنى منك خبر، يعني اليوم راح تثبت لي انك انت مانك ابن ابوك. ديلا، شو عم تعملي هون؟ ما قدرت بالزور لحتى اجيت لهون، وبعدين ما قدرت روح. يلا امي خليني وصلك على البيت، رح تتجمدي من البرد. غراب، في غصة كتير كبيرة هون. قلت إذا ما شفتك ما رح تروح. امشي بل ما تمرضي، يلا تعي معي. ما ترجعني عالبيت لو سمحت. بالزور اللي قدرت أجي لهون بترجاك لا ترجعني غراب. طيب تعي. أول مرة بجي لهون من 20 سنة. ليش ما أجيتي من قبل؟ لأني كنت هربانة. من شو؟ من حالي. تركت طفولتي هون لما طلعت من هالبيت. بتصدق انه كل شي حلو تركني وقت انا تركت هالبيت؟ اول شي انت، وبعدين امي. يعني هالبيت صندوق ذكرياتي، وفتحته معك اليوم.
شكرا. ما عملت شيء. مشكلة التدفئة بهالبيت بدها حل. لا منيح هيك. بكرة ببعت حدا يصلح لك كل هالشغلات. صدقيني ما في داعي منيح هيك. انت بس تكون معي بتتوتر؟ هي عادة مرافقتني بتضل معي. في إلى أي ذكرى؟ يا ربي دخيلك، طبعك فضولي يا بنت. مو حلو؟ حلو بس شو خطر لك؟ ما بعرف، شي ذكرى حبيبة سابقة بحياتك بما أنك ما عم تحكي. لا أهم من هيك بكتير، إلى معنى. يعني إذا كان طريقي ضبابي بقوم بسألها، إذا نقش إيه وإذا طر لا. ودايماً بتعطيك الجواب الصح؟ شوفي لحد هلأ ما خيبت لي ظني. حلو. نقش ايه وطر لا، ما هيك؟ شو السؤال بالأول؟ قولي شو هالحكي؟ قديش واحد فضولي انت؟ بالأول منعرف الجواب وبعدين السؤال. هي بتقول الحقيقة على طول. قلت لك شو سألتيها؟ سؤال مستحيل أني أخذ أي جواب عليه إذا سألتك يا لألك. ما بدك أعرف السؤال اللي سألتيه لأنك خايفة. السؤال اللي بخاف منه وما بسأله ولا حتى لحالي. لساتني بقلبه لغراب ولا طلعت منه؟ هذا هو السؤال. خلينا نمشي إذا تفيتي، رح وصلك على البيت. ماشي، أنا ما رح أزعجك أكتر من هيك. يلا أمشي. أنت لهلأ ما شفت أمك مو هيك؟ ما صدفت لسه. ناطر الصدفة لتجمعكم؟ غراب أنت متضايق من أمك شي؟ بعد العشرين سنة اللي عشتهم ما عاد متضايق من حدا. يلي بظرفي همه يبقى عايش وبس.
منيح أنك ضليت عايش وأنك رجعت. شكرا. غراب، شو عملوا فيك؟ لازم أمشي، سكري الباب وراكي واطلعي.